والإخوة العاملات والعمال، الحضور كريم. باسم الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نحييكم تحية النضال والصمود، ونشكركم ونعتز بحضوركم الدائم إلى جانب الطبقة العاملة في تخليد عيدها الأممي. كما نتوجه بأصدق تحياتنا إلى كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين أينما وجدوا على التزامهم وصمودهم وارتباطهم العضوي بهموم وانشغالات الطبقة العاملة رغم خطابات التيئيس والتضليل ورغم انسداد الآفاق على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كما لا يفوتنا أن نسجل وباعتزاز الموقف المشرف للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدم التوقيع على اتفاق المهزلة ليوم 25 أبريل 2019 وانسحابها منه، ونطالب الحكومة بتفاوض حقيقي يفضي إلى اتفاق اجتماعي يضمن للطبقة العاملة كرامتها ويحفظ حقوقها ويستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة. كما نعلن تضامننا مع معتقل الحراك وأسره في ربوع الوطن، ونطالب الدولة بالتدخل العاجل لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية وإيقاف المتابعات في حقهم الحسيمة، جرادة، وطاط الحاج، زاكورة. ونؤكد على أن الاعتقالات والمتابعات لن تؤدي إلا إلى رفع منسوب الاحتقان مما قد يفجر الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه ويؤدي إلى انتفاضات شعبية في كل مكان، وما تعيشه الجزائر والسودان لخير دليل. الإخوة والأخوات، في ظل هذا المناخ الاجتماعي المتسم بالقلق والاحتقان على جميع الأصعدة جراء الهجوم الممنهج للحكومة على المكتسبات والحقوق والحريات، فإننا مطالبون بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذا الواقع القاتل والمستفز للطبقة العاملة وعموم المواطنين. فعلى مستوى قطاع التعليم نحيي عاليا صمود الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونعلن تضامننا اللامشروط معهم، ونطالب الحكومة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، ونطالبها بإلغاء تعاقد لأنه يكرس الهشاشة ويساهم في تخريب المدرسة العمومية. وفي هذا السياق وعلى المستوى المحلي نسجل انعدام التجهيزات بأغلب المؤسسات التعليمية وانعدام المرافق الصحية بالعالم القروي. لذا نطالب المديرية الإقليمية العمل على توفيرها وتحمل مسؤوليتها في تحسين ظروف اشتغال الشغيلة التعليمية. وعلى المستوى الصحي نسجل تدني الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي والخصاص المهوي في الموارد البشرية والتجهيزات والآليات الطبية. أما قطاع الصيد المحلي فما زال يتخبط في مشاكل جمة جراء العمل بظاهر 1919، لذلك نطالب بإلغائه وإخراج مدونة البحار للوجود. وفيما يتعلق بالجماعات المحلية نطالب رئيس المجلس البلدي بإخراج التجزئة السكنية لعمال وموظفي التدبير المفوض للجماعات المحلية للوجود. أما القطاع الخاص فحدث ولا حرج، ففي أغلب المعامل والمؤسسات الإنتاجية ما زلنا نعيش في القرون الوسطى، حيث أن الأجير لا يستطيع المطالبة بحقوقه وتحسين أوضاعه، ومن تسول له نفسه تأسيس مكسب نقابي يتعرض للطرد. لذا نطالب من السلطات المحلية التدخل بشكل عاجل من أجل ضمان حريات النقابية وتمكين الأجراء من تنظيم أنفسهم داخل النقابة لصون مكتسباتهم وتحسين أوضاعهم. وأخيرا نطالب السلطات المحلية بإخراج الأوراش التنموية بالمدينة
إلى حيز الوجود لتستفيد العرائس من الأموال المرصودة لجهة الشمال حتى تعود العرائس كما كانت تسمى من قبل جوهرة الشمال، وإيجاد فرص الشغل للشباب العاقل حتى لا يرتمي بين أحضان المخدرات والهجرة السرية. وختاما، فإنكم في ميرانيا الديمقراطية للشغل كمنظمة كفاحية ستظل في قلب كل الحركات الاجتماعية بل في طليعتها للمطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. دمتم للنضال أوفياء.